زميلنا محمد الشاذلي لسه مكمل جولته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي إقبال كبير على جناح 5 المخصص بالكامل للطفل من خلال قاعات كتب الطفل والكتب الإلكترونية وسلسلة من الأنشطة والفعاليات. الحقيقة أن الفترة الأخيرة بتشهد اهتمام خاص بالطفل والنشء ده من خلال برامج وكتب ومؤلفات واكتشاف المواهب، وده كله هيجتمع في جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب. خلونا نشوف هذا اللقاء. أهلا بحضراتكم. في إطار متابعتنا لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والحقيقة كل سنة في كل نسخة بيشهد تغيير، بيشهد تطور، لأنه الجمهور كمان بيتطور. إحنا موجودين طبعا من قبل ما يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب النهاردة أبوابه الساعة 10 صباحا، إحنا كنا موجودين قبلها، ومش عايز أقول لحضراتكم حجم الإقبال من الناس، على الرغم من أن الجو برد شوية، لكن الناس واقفة طوابير بره على الباب مستنية المعرض لما يفتح عشان تدخل. مش هتكلم طبعا عن الشباب والفئات العمرية الكبيرة، وإحنا طبعا يمكن الكاميرا بترصد إقبال هذه الفئات، لكن دلوقتي عايزين نتكلم عن إقبال الأطفال. عدد كبير جدا من الأطفال موجودين في المعرض وبيتابعوا وبيحضروا طبعا الفعاليات الموجودة والأنشطة، طبعا بيكون فيها فعاليات مناسبة للطفل وأنشطة ترفيهية وكتب وقصص مناسبة لسنهم. خدنا جولة في جناح الطفل، لكن عايزين نعرف ايه الجديد في جناح الطفل هذا العام، ايه اللي بيقدمه المعرض للطفل بشكل عام. كل هذه التفاصيل هيعرفها لنا السيناريست وليد كمال اللي منورنا طبعا، وهو مدير اعلام المركز القومي لثقافه الطفل. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. طبعا في البدايه احنا مش هنقدر نقول احنا ارقام بالنسبه للاطفال، لكن بشكل عام اقبال الاطفال عامل ايه حتى الان؟ لا الحمد لله، يعني نقدر نقول إقبال كبير جدا، ويوميا بيتم رصد الجمهور المشاهد واللي بيحضر فعاليات المعرض. ومعالي الوزيرة الدكتورة نيفين كيلاني كانت لسه امبارح عاملة تصريح على الأعداد، بصراحة إقبال مشرف وبيفرحنا احنا شخصيا. وخليني أقول لحضرتك إن امبارح من الحاجات اللي أسعدتني جدا إن جات لي أسرة كانت موجودة معانا السنة اللي فاتت من السويس، وأول ما دخلوا لقيتهم داخلين بيسلموا علينا وبيقولوا احنا متعودين كل سنة لازم يجي المعرض بجد. يعني فكره ان احنا حتى الوجوه يمكن مش عارفين الاسماء، بس فكره ان انت تبقى بتألف الوجوه ويجي من السويس مخصوص. بجد معرض القاهره الدولي للكتاب علم ومناره بقى كبيره جدا في مصر. طب ده بيخلي فيه مسؤوليه اكبر عليكم، واحنا بنعمل جناح للطفل ولازم يكون فيه تنويعه في الكتب، تنويعه في المحتوى، سواء بقى انشطه او فعاليات مناسبه ترفيهيه مناسبه للاطفال، ده بيدي مسؤوليه اكبر. حتى مساحه جناح الطفل لازم تزيد سنه عن سنه لانه الاقبال بيزيد. صحيح، عند حضرتك حق تماما. الاطفال والاسر كل سنه بيبقوا حريصين على انهم يحضروا الفعاليات اللي كانوا موجودين فيها، ودايما يسالوا ايه الجديد السنه دي. يعني فاحنا دايما ده بيقع علينا مسؤوليه، سواء في المركز القومي لثقافه الطفل طبعا او الهيئه العامه للكتاب المنظمه، واحنا طبعا كنا جزء معاهم باطار التفاعل والمشاركه في وزاره الثقافه بين القطاعات كلها، مشاركين معاهم في اللجنه التنفيذيه في جناح الطفل. فطبعا كان لازم يبقى عندنا جديد السنه دي نفرح بيه اطفالنا، مش هقول من القاهره بس، ده من كل المحافظات. جميل جدا. اللي هو ايه بقى الجديد السنة؟ عندنا أكثر من برنامج جديد السنة دي. عندنا برنامج حكايات الانتصار بيقام بشكل ثابت، شرفنا امبارح اللواء محمود خليفة واتكلم عن انتصارات حرب أكتوبر واتكلم عن أسرار بشكل مبسط وجميل للأطفال. طبعا هو رجل عسكري لكن قدر يبسط المعلومات للأطفال. ويوميا عندنا كتاب وفنانين وشعراء يتكلموا عن نصر أكتوبر من زوايا مختلفة بطريقة مبسطة تقدر توصل نصر العظيم ده باحتفال مرور 50 سنة عليه النهاردة. عظيم. وانت بتتكلم عن الحديث بأسلوب مبسط للأطفال، عشان كده احنا دايما لما بنتكلم ونقول ان أدب الطفل أو الكتاب اللي بيكتبه للطفل لازم يتمتع بمهارات خاصة. مش أي كاتب يقدر يكتب للطفل، لأنه أولاً الفئات العمرية من الأطفال بتختلف، لأنه الأجيال بتختلف، فبالتالي كاتب أدب الطفل لازم هو كمان يغير ويطور من نفسه عشان أسلوبه يواكب التطور الحاصل بالنسبة طبعاً لمفاهيم الأطفال وطريقة فهمهم كمان. صحيح، يعني كتابات الأطفال من أصعب الكتابات وأمتعها، عشان كده بقول لحضرتك ان الجمله دي دايما جمله ثابته عندي بحب اقولها، انها صعبه جدا بس ممتعه قوي. يعني لما بتقعد مع طفل وتعمل ورشه حكي او يقرا في كتابك ويوصل له المعلومه ويقوم مبسوط منك وفاهم وتساله على اللي استوعبه من المعلومه، ان انت طبعا في الاخر مش بتعمل حاجه مباشره ولا بتعمل وعظ مباشر، لان الاطفال ما بيحبوش ده عموما، وحضرتك طبعا فاهم ده. يعني الاطفال دايما لما تيجي تقول له اعمل او ما تعملش اول حاجه يعمل العكس على طول، طبعا رافض الاوامر. تقول له بشكل غير مباشر وتوصل له المعلومه ويستوعبها، دي بتبقى قد ايه فرحه، ودي الجائزه الحقيقيه بالنسبة. طب حضرتك ككاتب للطفل، هل في مرة استفدت من الأطفال؟ الحقيقي
ان دايما التعامل مع الاطفال، ودي كانت نصيحه استاذنا وكاتبنا الكبير الاستاذ يعقوب الشاروني شخصيه معرض الطفل هذا العام، لما كنا نلتقي معاه في الندوه الشهريه اللي بيعملها بشكل دائم، كان دايما يقول لنا انا بقرا القصص بتاعتي الاول للاطفال للجمهور بتاعي قبل الطباعه، وده الحاجه الجديده اللي كان دايما يقولها لنا واللي اتعلمناها منه، كان يقراها للطفل قبل الطباعه عشان يشوف رد فعل الطفل ممكن يعدل. ده حقيقي، ده حقيقي، هو كان يقول ده جمهوري الاساسي، لو هم في حاجه ما فهموهاش يبقى لازم اغيرها لان دول جمهوري. فهو ده احنا اتعلمناه منه، ان الطفل هو المفيد بالنسبه لي، وده انا بعمل بيه تيست، وده اللي اتعلمته منه، ان انا اعرض القصه اللي انا فيه لو حاجه مثلا عايز استوعب احس انها واصله للطفل والمرحله العمريه، رغم ان احنا بنقرا كتير وبنستوعب كتير وبندرس كتير على المراحل العمريه واختلافها، لكن لما بنقرا ونقرا للطفل ونلاقيه عايز يقول حاجه او بيستفسر عن حاجه طبعا لازم نغيرها. طيب عظيم جدا. انا دلوقتي مش هتكلم مع حضرتك عن الانشطه والفعاليات الترفيهيه اللي هي بالفعل مناسبه للطفل، لا، عايز اتكلم معاك اكتر عن الانشطه اللي هي كبيره واحنا قدرنا ان احنا نبسطها، مفاهيم كبيره، مصطلحات كبيره، زي حضرتك مثلا ذكرت نصر اكتوبر، ازاي نقدر نبسطه للاطفال بطريقه تناسب طريقه فهمهم؟ ايه تاني من الحاجات او من الورش العمل اللي كانت موجوده مخصصه للطفل في المقام الاول لكن احنا قدرنا نبسطها عشان تناسب الاطفال؟ احنا كمان عندنا برنامج زي حكايات الانتصار اسمه حكايات سيناوية، بنقدم حكايات من قلب سيناء من خلال باحثين متخصصين وكتاب متخصصين، وامبارح كمان عملنا بعد الحكاية عملنا ورشة رسم الزي السيناوي، يعني فكرة ان احنا نربط الاطفال بسيناء جزء من ارضنا ومن وطننا، فكرة ان نربطهم بهويتنا وجزء من هويتنا وتراثنا، ده اللي لازم نوصله للطفل بشكل فني. فعشان كده بنشتغل كانت تبقى لفتة مهمة جدا لو استعنتوا كمان باطفال من سيناء. طبعا يعني تبقى لفته مهمه جدا، بس طبعا انت عارف صعوبه احيانا الانتقال، واحنا على فكره بيجي لنا، يعني احنا جالنا السنه اللي فاتت وان شاء الله المعرض احنا لسه في بداياته، جالنا السنه اللي فاتت شفنا اطفال من سيناء وجايين مع اسرهم وبيستمتعوا معانا، وتمت وزاره الثقافه عملت ده من خلال مبادره حياه كريمه، ان كمان جالنا اطفال من المحافظات من مطروح ومحافظات حدوديه عشان يشاركوا معانا، وتبقى الثقافه في اطار البرنامج العداله الثقافيه منتشره في كل مصر. يعني انت قلت دلوقتي ان في ناس بيجوا كل سنه وخلاص الوشوش بقت مألوفة مش عارفين اسمائهم، بس خلاص عارفين ان هم بيجوا كل سنه. ايه اكتر حاجه بيطلبوها او ايه اكتر حاجه كمان اهاليهم بيطلبوها؟ الاطفال الحقيقي دايما بيبهرونا، اطفال مصر بجد مبدعين وموهوبين، بيحبوا يشاركوا دايما في ورش الحكي، بيحبوا يشاركوا في الورش الفنيه، وعشان كده احنا بنعمل كورنر او ركن خاص للورش الفنيه ممتده بالتعاون مع المركز القومي لثقافه الطفل والهيئه العامه للكتاب وجميع قطاعات الوزاره، بنشارك فيها على مختلف الورش الفنيه اللي بتقدم وتكتشف مواهب الاطفال وتقدر تساعدهم ونقدر بعد كده نرعاهم وننمي مواهبهم. عظيم. هل هي متقسمه فئات عمريه؟ لا، الورش نفسها بيبقى طبعا مش متقسمه معلنه، ولكن لما بيبقى في ورشه معينه صغيره احنا بننقي ليها الاطفال نقول لهم تعالوا شاركوا هنا، والورش الكبيره بناخد فيها الاطفال الكبار، هم كلهم بيبقوا موجودين في الجناح بتاعنا وبيبقوا حابين يشاركوا في كل الانشطه، بس احنا طبعا بنوجههم زي ما حضرتك بتقول لو في ورشه لسن معين بناخد فيها السن ده واحنا موجودين. طيب انا بقى من ضمن الحاجات اللي لفت نظري انا هو اللقاء اللي انتوا عاملينه مع رؤساء تحرير المجلات المعنيه بالطفل. ده مهم ليه؟ مهم لان الناس اللي بتكتب في هذه المجلات لازم تعرف الاطفال بيفكروا ازاي، ولازم يكون في تواصل ما بين الاطفال وما بين اللي بيكتب للطفل. صحيح، وده مهم جدا، احنا عاملين لقاء مع رئيس التحرير زي ما حضرتك بتقول، مهم جدا، بنجيب رئيس التحرير وبيتكلم مع الاطفال وبيشرح لهم حاجات مهمه جدا في الاعلام كمان، ومجله مثلا سمير على سبيل المثال الدكتوره شهيره خليل بتعمل كمان ازاي تصبح مراسل صغير في محافظتك او في مكانك، ان انت تنتقل الخبر ازاي توصل لخبر مهم وازاي تبعته لنا وتواصل مع عصر التكنولوجيا مش هنعرف نشتغل. هم دول الجيل الجديد، وهو ده دي الوسائل زي ما حضرتك قلت في الاول ان احنا لازم نتطور حتى ككتاب اطفال، فكمان المجلات بتطور من نفسها، مجلة قطر الندى في وزارة الثقافة كمان بنقدر، ومجلة الفردوس في وزارة الأوقاف بنقدر نطور من أدواتنا ونقدر نتعاون مع الأطفال فيبقوا موجودين في المحافظات هم كمان مراسلين صغار للمجلات. عظيم. وانت بتتكلم دلوقتي عن ان في تعاون ما بين بعض الوزارات وبعض الجهات، ازاي بيتم التنسيق؟ يعني قلت ان في حاجات خاصه بالاوقاف، حاجات خاصه بوزاره الثقافه وغيرها وغيرها من المؤسسات الرسميه، ازاي بيتم التنسيق؟ طبعا من خلال الهيئه العامه للكتاب واللجنه التنفيذيه اللي كان جزء منها السنه دي الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل، واحنا معاه قدرنا ننسق ما بين وزاره الاوقاف، وزاره الاتصالات، وزاره السياحه، قطاعات وزاره الثقافه كلها المختلفه، الهيئه العامه لاصول الثقافه، دار الكتب والوثائق القوميه، صندوق التنميه الثقافيه، قدرنا ان احنا نعمل جدول متكامل نشتغل عليه عشان نقدم افضل خدمه للطفل اللي هو بيتمناها. عظيم. الدوله اطلقت جائزه اسمها جائزه المبدع الصغير طبعا. ودي للطفل، وفي نفس الوقت في اهتمام كبير جدا من معرض القاهره الدولي للكتاب كل سنه الحقيقه بجناح الطفل.
ايه اهميه ده وايه انعكاساته على شخصيه الطفل من هو صغير؟ طبعا وزارة الثقافة عندها مهمة أساسية هي بناء الإنسان، ودي الجائزة اللي أطلقتها السيدة انصار سيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية، وتعتبر العلامة البارزة في ثقافة الطفل النهاردة. النهاردة احنا كان عندنا أربع جوائز لكبار زي جوائز التفوق وجوائز النيل وجوائز التقديرية والتشجيعية. النهاردة أصبح فيه للطفل جائزة اسمها جائزة الدولة للمبدع الصغير، صدرة بقانون في مجلس الشعب وصدرة بقرار جمهوري. فالنهاردة قد إيه الأطفال بجد، أنا بغير منهم إن أنا ما كانتش الجائزة دي على أيامي وأنا صغير. جائزة مالية كبيرة جدا. النهاردة بنعمل برنامج ثابت، طبعا من العام الماضي واللي قبليه بنعمل برنامج ثابت من ساعة إطلاق الجائزة، إن احنا بنجيب الأطفال، وبالمناسبة بيجوا كمان من المحافظات الفايزين، بيجوا نقدمهم للأطفال ومعهم الجوائز بتاعتهم نماذج. طبعا تم طباعة الكتاب بتاعهم من خلال المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي والمركز القومي لثقافة الطفل، تم طباعة الكتب دي وبنهديها للأطفال، وبيكون ده نموذج ليهم وقدوة إن في طفل زيه يقدر يحصل على جائزة بهذه القيمة. صحيح. المعنوية في وبهذه كتير القيمة في المادية كتير. فده بيديهم روح إن هم كمان يبدعوا وإن هو يشاركوا معانا ويكتشفوا موهبهم معانا. شكرا جزيلا لحضرتك السيناريست وليد كمال مدير إعلام المركز القومي لثقافة الطفل، ألف شكر ليك. شكرا لحضرتك. في الحقيقة أنا بشفق على أطفال الزمن ده اللي يمكن يعني طول الوقت ماسكين الأجهزة الإلكترونية، تابلت، موبايل، آيباد، كمبيوتر، ومش عندهم متعة القراية زينا أو زي جيلنا. احنا كان عندنا المغامرون الخمس، وكان عندنا أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق، ومن قبلها وانت صغير ميكي وسمير، فكان في حاجات كتير جدا في جيلنا. النهاردة مين موجود؟ النهاردة الدولة المصرية بتحاول تعيد ده مرة تانية وتعمل جناح خاص للطفل. خدوا ولادكوا وروحوا لهذا الجناح في عدد كبير جدا من الكتب اللي تم مراجعتها كويس جدا وفيها قيم تربوية وتخلي الطفل يحب الكتاب ويحب القراية ويحب رائحة الكتب ورائحة الحبر اللي تربينا عليها، وساهمت بشكل كبير جدا في تكوين شخصيتنا. كمان مع جائزة الدولة المبدع الصغير يعني بتشجع كمان الدولة يعني حتى المبدعين الصغار ان هم يبدعوا في مجال القراية والكتابة. خليني أقول لك كمان أنه من الجميل، أنت قلت حاجة حلوة قوي، أنه الجيل ده ما بيحبش أنه هو يقرأ، لكن هم بيعملوا إيه؟ بيحبوا يا إما يلعبوا على الجيمز، يلبسوا النظارات بتاعت الفي آر، الحاجات دي كلها. فهم يعني الجيل ده حابب ان هو يعني يتفاعل اكتر، يدخل جوه اللعبه، يعرف او يشاهد الحاجه قدامه. في ناس ده نوع من انواع التعليم على فكره، في ناس بتتعلم عن طريق ان هي بتشاهد مسرحيه معينه او حاجه معينه قدامها. صحيح. او فيلم معين يديها القيمه دي، ويمكن هو ده كمان اللي احنا بنشوفه السنه دي في معرض القاهره الدولي للكتاب، انه في فعاليات على هامش المعرض. النهارده انتوا هتروحوا مش بس في كتب مدعمه، وزي ما مصطفى كان لسه بيقول متخصصين قاموا بمراجعة هذه الكتب عشان تتوافق أو تتماشى بما يناسب عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية وهويتنا كمان. النهاردة كمان الأطفال يقدروا أن هم يتعلموا من خلال المشاهدة دي، الفعاليات الموجودة، يقضوا وقت حلو، يتعرفوا حتى على بعض. أكيد ده وقت مناسب قوي للعيلة كلها أن هي كمان تقضي وقت مع بعض، زي ما أنت قلت أن احنا في للأسف يعني في وقت كل واحد فينا مشغول، الأولاد قاعدين على الموبايلات. أنا بشوف أولاد 10 سنين ما بيقوموش من على النينتندو والألعاب دي، كتير توحد وبيجي لهم أرق وبيجي لهم اكتئاب، وكل ده خلي خرج الطاقة دي في أنك تخليهم زي ما شفنا يلونوا، يقروا، يتفاعلوا. غير الكتب في فعاليات كمان بتقام للأطفال. المعرض السنة دي متميز جدا، نسخة مختلفة تماما، واعتقد ان يعني هيعمل ريكورد مختلف عن باقي النسخ اللي بدات من سنه 69.